وعلى مشارف بنجرينا في تلفيت الركنية في القائمة الثانية هنا بالرأس لصالح المولودية. هنا التسديد الهدف الأول لفريق المولودية الدهران. جول 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 لصالح المولودية. تهتز شباك الزوار وبالواحد صفر يتقدم أهل الدار. يريدون الليلة تحقيق أول انتصار. يلعبون من أجل إيقاف سلسلة الانتصار. يبحثون عن رد الاعتبار. 1-0 لمولودية الدهران أمام اتحاد العاصمة بقدم قدير. قدمه اليمنى لم تخطئ مرمى الحارس.